السفينة ممكن تطلع زي ما انا ما قلت لحضرتك في مستوى البحر العالي، وبتقف حافظة يعني حافظة المكان بتاعها دوت بفضل الأجهزة الحديثة اللي فيها، وفيها الغطاس اللي احنا قلنا اللي هو الار او بي دوت، اللي هو دوت ممكن ينزل لحد عمق 2000 متر تحت مستوى البحر، وممكن بيقوم بكافه الاعمال، بنمد المنصات بتاعه البترول بكل الكلام دوت او الخدمات اللي هم بيحتاجوها. يعني امبارح بالليل وانا بقول له انت شعورك ايه وانت عارف ان في كوبري هيتعمل عليه اسم والدك، قال لي حاسس ان انا فخور وفرحان جدا، وحاسس ان بابا ذكراه مخلده، ان بابا ضاهر. لا ديت بتحمل اسم الفريق احمد فاضل، هو كان احد قاده هيئه قناه السويس اللي كان قبل الفريق وقبل ما يمشي.